فرحه حلوه، بس هي يمكن الفرحه دايما بتيجي في اخر لقطه، لكن وراها الحقيقه مشوار صعب جدا، تعب ومجهود والتزام. واهم من ده طبعا شخصيه البطل. لما بنقول كلمه مصنع الابطال دي مش مبالغه، انا مش هكلم حضراتكم او اسالكم واقول لكم انتم متخيلين حجم دولاب البطولات بتاع النادي الاهلي، في كام كاس وفي كام درع وفي كام جايزه، فما بال حضراتكم بعدد الابطال اللي اتخرجوا من النادي الاهلي، ومنهم الحقيقه البنات اللي فرحونا امبارح الحقيقه واحرزوا بطوله كاس مصر في موسم ناجح جدا الحمد لله، دوري وكاس. مباراه كانت صعبه، مباراه كانت مثيره ماراثونيه زي ما انت عايز تقول، وقفنا فيها على اعصابنا لغايه اخر لحظه، لكن الحقيقه فرحونا بالتتويج امبارح. النهارده هيشرفنا اثنين من بطلات النادي الاهلي في كره الطايره، ساره امين، اهلا بيك يا ساره والف مبروك. اهلا وسهلا بيكي، مشرفانا رغم انك انت كنت مستحوذه على مشاهد الاحتفال امبارح في النادي. اهلا وسهلا بيكي والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ومريم متولي طبعا برضو من بطلات النادي الاهلي، تشرفنا النهارده في السادسه، اهلا بيكي يا مريم. اهلا بحضرتك. يعني امبارح كان ماراثون صعب جدا، مباراه يمكن خدعتونا في الاول وحسينا ان المباراه سهله والكاس قريب جدا، لكن شوط ثالث ورابع يمكن مش عارف، طبعا هندردش شويتين على ماتش امبارح، بس كمان مهم جدا نحتفل معاكم النهارده. احنا بنتكلم على موسم ناجح اعتقد، دوري وكاس، وده انجاز يحسب ليك بالتاكيد. ابتدي مع ساره الاول. ساره، انت بقالك قد ايه مع تيم نادي الاهلي؟ دي ثالث سنه. ثالث سنه مع النادي الاهلي. كنت في الشمس واتنقلت للنادي الاهلي موسم 2018. تمام. وبس يعني فدي ثالث سنه. ثلاث مواسم حققتي فيهم كام بطوله؟ حققت بطولة الدوري والكاس وافريقيا، دوري وكاس ودوري وكاس، يعني ثلاثة دوري وكاس وبطولة افريقيا، يعني سبع بطولات في ثلاث مواسم. مبسوطة؟ اكيد طبعا. اكيد. مريم بقالي كام سنة مع الاهلي؟ انا بلعب، يعني انا اصلا من ناشئين الاهلي. أوكي. بلعب من 2005 في النادي. من 2005 ده انت حياتي اكيد بطولات كتير قوي. بس في الفيرست تيم بقالي سبع سنين. سبع سنين، ودي البطولة كام مع فيرست تيم؟ معايا سبع دوري وسبع كاس واثنين بطولة عربية واربعة افريقيا. ما شاء الله ما شاء الله. نتكلم شوية تقريبا عن البطولة دي تحديدا، بطولة الكاس اللي انتوا فزتوا بيها امبارح. بطولة كانت انتوا طبعا يعني شخصية البطل موجودة، وكل ماتش بتبتدوه او بكل بطولة بتبتدوها بتبقوا عارفين انه انتوا فريق مرشح اول، وانتوا عارفين ان البطولة دي احتمال كبير تبقى من نصيبكم، بس كل مشوار بيبقى مختلف. نتكلم على اهم المحطات يا سارة معاكي في بطولة امبارح، بطولة الكاس اللي تم تتويج بيها امبارح. بطولة الكاس عامة احنا بنحضر لها بطريقة مختلفة شوية. الماتشات في الكاس بتبقى اللي هو لو احنا خسرنا اي ماتش بنطلع على طول بره البطوله خالص، فبندي لكل ماتش حجمه اهتمام شويه. اهتمام زياده عن اي ماتش، يعني حتى في الدوري مش بنبقى كده، بيبقى الماتشات بقى ممكن نعوض مثلا لو احنا مثلا اليوم مش بتاعنا النهارده مش عارفه ايه كده، بس بعد كده بنعوض. لكن في الكاس ما ينفعش خلاص، احنا لو يومنا مش النهارده خلاص احنا طلعنا بره بطوله كامله يعني. بس بنحضر بقى الماتش جامد قوي، بندرس الفرقه اللي قدامنا كويس جدا. ماتش الصيد بالذات كنا داخلين له جامد ومدين له، هو الصيد اتاهل للنهائي على حساب الزمالك واحنا اتاهلنا على حساب سبورتنج، صح؟ بالظبط. ده معناه انه الصيد برده، لان تهيألي نادي الزمالك في الفولي برده فرقه كويسين، كويسه يعني. برده فرقه الصيد فرقه كويسه، فيها عناصر يعني تقريبا كلهم في المنتخب. فيهم مريم مصطفى ليبرو كانت عندنا في الاهلي السنه اللي فاتت، وهدير كانت في الاهلي برده. بس يعني فرقه كويسه فيها ناس كويسه، يعني صغيرين سنهم صغير بس هم عندهم خبرات عاليه يعني. مريم، اصعب محطات البطوله في مشوارها كانت ايه من وجهه نظرك؟ كانت طبعا ماتش سيمي فاينل، كان من خمس ايام في سبورتنج هناك. كان يعني كانت اجواء الماتش نفسها مش سهله، النور قطع مرتين وكل مره يقطع نص ساعه مثلا، وقعدنا كتير. وسبورتنج يعني فرقه برضو محترمه على ارضها، كمان بتبقى احسن من بره. كان يعني ماتش قوي برضو الحمد لله قدرنا نعديه، وكان كل بقى الصعوبات في ماتش امبارح يعني. بتفرحوا زي اول مره كسبتوا فيها بطوله؟ يعني البطل لما انت عارفه لما نادي مثلا بيكسب بطوله كل فين وفين، او بيكسب بيحقق بطوله مره واحده، بتبقى الزهوه والفرحه كبيره جدا، لكن الناس اللي اتعودت انها كل سيزون بترفع كاس وبترفع درع
وبتاخد تتويج، بتبقى نفس الفرحه ولا بتبقى عادي؟ هو الاهلي متعود طبعا ان هو يرفع متعود على طول ان هو يرفع بطولات وكاسات كتيره وكده، بس هي فرحه امبارح كانت مختلفه شويه، كان الماتش